الفيديو من حكام الفار في الجهة اليمنى. شوف اللقطة، شوف كرة ساديو، شوف التصويبة، شوف إياكو سانتوس مدافع الشباب، شوف هذه التصويبة، إنه أسد التيرانكا. الأربعة أهداف في لقاءات الشباب، يأخذ نفس رقم 21 في جولة التأسيس، يتقدم كريستيانو رونالدو. الله، الأمور لا تقوم بحل نفسها، ولذلك هناك كريستيانو رونالدو. دائما ما يأتي، دائما ما يسهل الأمور، دائما ما يبدأ الأمور، دائما ما يعقد الأمور على الخصوم. من علامة الجزاء يضعها بكل دقة، بكل تركيز، الآن يقبلها والمساحة، يحاول البينية، السقوط، صافرة حكم المباراة، ركلة جزاء، ركلة جزاء. نشاهد ونتابع كراسكو يتقدم. الله، لا تصدق كل الأخبار، صدق عينيك فقط. سهلة بالتأكيد لكل الأطراف، والكرة السريعة، تلسكا صوب. الله، السلاح الثقيل على كتف كل نصراوي، على كتف كل نصراوي. لابد أن يمتلك الآخرون نفس السلاح حتى توقف النصر عن استخدامه. إنه سلاح تلسكا، لم يتأخروا في الدقيقة الأولى، تقدموا من تصويبة تأتي، تلسكا يصوب هدف ثاني مبكر مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. الآن يرقص مع تلس في احتفالية. الآن شوف اللقطة، شوف اللعبة، أوتافيو والصناعة هنا تعاندهم ويريدونها، تعاندهم ومع ذلك يريدونها. صارت مرتدة، صارت مرتدة، لكن خطفوها. ديالو في مكان، تعاند مين؟ تعاند مين؟ تعاند الشباب، تعاند الشباب. انتبه أن يخدعك موقعه وتنسى من يكون، انتبه أن يخدعك موقعه وتنسى تاريخه وتنسى مكانته. الأسد الجريح بالتأكيد. تلس طالت وتحولت إلى خارج الملعب، رمية تماس عادت من جديد، الكرة فيها مرور، فيها بينية، فيها تلسكا، فيها تلسكا. الله 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 الله. المسألة مسألة دوري، ليس الدربي فقط، ليس الدربي فقط. الضغط على الصدارة، التمسك بالأحلام، إنه المطرب الذي يجعلهم يستمرون في الغناء، إنه المطرب الذي يجعلهم يستمرون في الاحتفال. يا للهدف، يا للتوقيت، يا للهروب، يا للشخصية، يا للضغط. المسألة مسألة دوري يا عالمي. الله على التمريرة، شوف التمريرة من مين، من مين.